السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم تشاهدوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم وصفه للفطور سهله وسريعه بثلاثه ديال المكونات فقط، وكتجي اكثر من رائعه. عندي لا بات فويتي، بيضه واحده، والجبن المبشور، جبنه الموتزاريلا. بسم الله، اول حاجه غادي نحضروا هاد لا بات فويتي. غادي نطرب هاد البيضة. بسم الله، كندهنو فيها العجين المورق. غادي ناخذ الجبن المبشور كنوضعو في نصف العجين فقط، غير في النصف باش كنطويو الجهة الأخرى. غادي نبدا ناخذ واحد الفرشات وغادي نسد بها الجوانب. بسم الله، غادي نعاود ندهن الوجه. كنعاود نزيد الجبن على الوجه ديال المورقة. بهذا الشكل هذا كيفما كتشاهدوا معايا، سبق ليا وشغلت الفرن على 200 درجة من الأسفل والأعلى. غادي ندخلها الطيب، تقريبا كتاخد لنا 15 دقيقة، وكل سيدة والفرن ديالها، ونخرجوها باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها إن شاء الله. بسم الله، بعد ما خرجت المورقه من الفرن كتجي على هذا الشكل هذا. كما كتشاهدوا معايا كتجي اكثر من رائعه ولذيذه بزاف. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامه، فيديو جديد ان شاء الله.